النوع الاجتماعي هو أداة تنموية لحتى نحن نعرف انه شو اوضاع النساء واوضاع الرجال بمجتمعنا، مشان نشوف نحن انه وين في خلل بالموارد ونشتغل على تحسينها. واللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي هن كتير ضروريين مشان تحقيق المساواة الجندرية والعدالة الجندرية، لأنه هن عم بيكونوا بيشتغلوا على تماس مباشر مع النساء. هن بدهم يوعوا النساء أيضا حول موضوع تنظيم الأسرة. الورشة كعنوان عام هي الصحة الإنجابية القائمة على النوع الاجتماعي على العنف، تمام؟ الورشة بالمختصر هي بتوعي الأفراد والأشخاص، سواء كانوا متخصصين ضمن المجال الطبي، سواء كانوا متخصصين ضمن العمل المجتمعي، سواء كانوا ما لهم اختصاص ولكن عندهم الرغبة بالاطلاع على هاي القصة. ليش نحن مهم انه نحن نشتغل؟ هلا نحن في عنا فترة انتقالية، صارت فترة انتقالية اللي هي هاي 7 سنين. قبل ما كنا نحن عنا هيك شيء، ليش هلا صار عنا هيك شيء؟ لانه نحن بحاجه كمجتمع وكافراد كعائله كاشخاص كذكور كاناث لهي التوعيه لهي الناحيه لهذا الطرف، انه نحن لازم نوعي، لازم نحن نتوعى ونوعي، مو بس نحن ناخذ المعلومات ونعيفها وكذا الا ما هناك من هالكلام. اكيد نحن رح ننقل لجميع المعلومات اللي نحن عم تتقدم لنا بهي الورشه لكتير مناطق من ان كان سواء ريف دمشق انه ممكن ننقلها او غير مناطق، نعزز كيف انه رح يقدروا مفهوم الصحه عندهم، الامور اللي ممكن تنتقل لهم، مفاهيم منوعه عن الصحه بهي الامور. عم نحاول عموما كفتيات سوريات انه نقدم رساله للاطباء الخريجين الجداد، كونوا غير تقليديين نوعا ما بايصال رسالتكم للسيده السوريه، السيده السوريه الجميله اللي قادره تتخذ قرار باي مكان، قدرت لتصير وزيره، كمان قادره تاخذ قرارها هي اذا بتستأصل ثدي او بتستأصل رحم، ولا حدا مسؤول غيرها عن هذا القرار عموما.